النهاردة إن شاء الله جولتنا مختلفة تماما. النهاردة رايحين مطروح، مرسى مطروح الجميلة بشواطئها الرملية الناعمة الجميلة وهواها العليل. أنا مش بقول شعر، هي كده فعلا. أنا بحب قوي شواطئ البحر المتوسط. عشان إيه؟ عشان المدن الساحلية على البحر المتوسط يكون هواها بحري، حقيقي بيكون هواها وجوها جميل جدا صيف وشتاء. طبعا الغردقة في ناس بتحبها قوي ومتابعة الأنشطة بتاعتها على القناة، لكن أنا كصاحبة القناة هبة الجهني بحب قوي اسكندرية ومطروح عشان جوهم جميل جدا والرملة بتاعتهم ناعمة قوي والبحر هايل زي ما انتوا شايفين كده، حاجة جميلة جدا. يا ساكني مطروح، انا عايش احييكم المية والهوا، واسيبكم مع الجولة الجميلة، يا رب تعجبكم.